دلوقتي ادي الشميزة اهو تمام، وادي المريلة اهي، بصوا المريلة اهي بنفس الشكل. تتباع دي لوحدها يا جماعة لو انت مش حابة تعمليها، بتتباع وبرده سهلة انك تعمليها زي ما احنا عملناها. بصي اهي بنفس الشكل ده وزفت الطريقة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا تاني يا جماعة مع بعض. بصوا بقى النهاردة هنعمل مع بعض مريلة المدارس بشكل سهل قوي وبسيط. مريلة دي عبارة عن ايه؟ طيب عبارة عن زي بالظبط كده الفستان، وفيها قصات زي بالظبط الصورة. القصات اللي احنا هنعملها دي هتبقى من الكتف تمام، هتبقى بشكل سهل قوي قوي بسيط ومن غير اي تعب. اول حاجه خالص هنجيب المسطره وابتدي نعمل اول بطرون الاساسي، بحيث ان احنا نشتغل برسمي كده وبعدين نعمل التعديلات تمام. اول حاجه خالص البطرون الاساسي اهو هنعمله، وبعدين هنيجي كده ناخد كل المقاسات بتاعتنا اهي تمام. طبعا هنعمل طول الجنب عشان احنا هنعمل التصميم كله من اوله لاخره من فوق لتحت تمام. اهو هنيجي بس وهنبتدي ناخد بقى هنا دوران الصدر، هو دوران الوسط هنستخدمه بنفس الاسلوب ده، بحيث ان هو يبقى واسع ما يبقاش ضيق تمام. وهنيجي هنا نعمل دوران حردة الرقبة، ثانية واحدة اهو، وبعدين هنيجي نعمل الخلفية كمان، وبعدين هنعمل هنا كده عرض الرقبة، نبتدي نعمل الدورانات الاساسية بتاعتنا، وبعدين هنخش هنا كده 1 سنتي، 1 سنتي ميلان الكتف، هننزله ونعمل خط بدون مقاس، وبعدين نستخدم كده على طول التصميم. ثانية واحدة بصوا، هنيجي كده من 6 سنتي اهي، وبعدين هنيجي كده وننزل بالظبط من عند الكتف لحد دوران الوسط لدوران الصدر، وبعدين هنبتدي ننزل نطلع كده 4 سنتي وندخل هنا 1 سنتي، وبعد ما طلعنا ال 4 سنتي ودخلنا ال 1 سنتي نبتدي نوصل الجزئية دي ببعض كده ونعمل حردة الإبط تمام. وبعدين نبتدي ننزل كده بقى على دوران الوسط، وبعد ما دوران الوسط ما نزلناه نبتدي ننزل بقى بالطول اللي احنا حابين ننزله لحد النهاية. انا هنزله البلا نهاية، البلا نهاية تمام. وبعدين هنيجي بقى هنا نعمل القصة اللي احنا عايزين نبتدي نعملها. طب هي القصة دي عبارة عن ايه يا مريم؟ عبارة عن زي بالظبط كده السديري، هتيجي تبتدي كده تاخدي قصة البرنسس بس من عند الكتف، وهنيجي كده نقسم طول الكتف ده على نصين، ادي نصين اهم على 30 سنتي، على 3 سنتي هنا، ده هو كله على بعضه 6 تمام، فهنا 3 وهنا 3. احنا بقى هنبتدي ننزل من التلاتة والتلاتة دول كده على خط عمودي على التصميم كله بنفس الشكل ده تمام. الخط عمودي على التصميم كله بنفس الشكل ده، ده التعديل بس اللي احنا هنبتدي نعمله. وبعدين هنبتدي نركب من هنا بقى حاجة زيها زي السديري، هتبقى عاملة كده تمام. دي هتيجي بقى قبل الرقبة زي بالظبط ما احنا رسمناها بنفس الشكل ده. هنبتدي الاول نقص الباترون وبعد كده هنشوف التصميم هيبقى عامل ازاي تمام. ثانية واحدة تمام، ونقص حردة الابط بنفس الشكل. وطبعا في نقطة مهمة قوي قوي، ان الظهر مش موجود، الظهر مش موجود. يعني يا مريم يعني مفيش ظهر؟ هي مش عاملين لي ظهر، هما مخليين الجزئية دي او التصميم ده يبقى من غير ظهر بس فيه كتف. طب ده ازاي؟ هقول لك حالا ازاي. ثانية واحدة، وهنبتدي كده نشيل حردة الامامية كمان، بحيث ان احنا نكون كده شلنا كل الاجزاء اللي احنا عايزين نشيلها تمام. وبعدين هنبتدي نفتح من الامام بقى على الجزئية دي كده، نبتدي نفتح كده التصميم كده، نبتدي نفتحه نفتحه واحدة واحدة. وبعد ما فتحت التصميم ده كده هبتدي احاول اجيب بقى الورقة تانية، بحيث ان انا هلغي دلوقتي الخلفي، الخلفي انا هشرحه بعدين يعني دلوقتي في نفس اللقطة، بس ثانية واحدة اخلص بس الامامي كله تمام. هنجيب كده ورقة تانية ملهاش علاقة خالص بالتصميم تمام، واجيبها كده واحط الورقة دي هنا، وهبتدي اضغط على الحردة دي او اللي احنا عملناها دي، الدايرة اللي احنا عملناها دي، نفضل نضغط عليها كده بحيث ان هي تطلع لي بنفس الشكل وبنفس الطريقة تمام، من تحت يعني، تفضلي تضغطي عليها عشان توصل لي انا من تحت تمام. هي مش هتوصل كده، فلازم نجيب الماستر لان هو اللي هيوصلها لي اكتر. ثانية واحدة، اي لون في الماستر بقى بحيث ان احنا ايه نوصلها ليها اكتر اهي. كده 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 كده، وبعدين بنفس الطول ده كده نبتدي ناخده اهو اهي تمام. وادي الخطوط اللي احنا، ادي النقط اللي احنا عملناها اهي. طب معنى كده ايه يا مريم؟ معنى كده ان دي اللي انا هركبها هنا تمام.
هنركن بقى التصميم الامامي ده كده على جنب، وابتدي اقص من دي على مرتين. تمام، مش عايزاها تبقى واسعه، انا عايزاها بس تبقى شكل بس مش اكتر للامام. دي شكل بس عشان تبقى زي السديري بالظبط للامام. تمام، وطبعا احنا عملنا الشميز في الفيديو اللي فات بتاع اليونيفورم او السديري بتاع المدرسه، شكل سهل قوي وبسيط. وادي الجزئين اللي احنا عايزين نركبهم في التصميم. تمام، هنجيب بقى الامام كده، وهنجيب الجزئيه دي كده ودي، وهنا دي هنركبها هنا، ودي الناحيه التانية. وهنبتدي نجيب الدباسه وندبس الاجزاء دي كلها في بعض، بس طبعا هندبس دي ضمنيهم يعني. بصي دي هنحطها هنا كده اهي، بصي ركبتها ازاي اهي نفس الشكل كده. تمام، واحط الجزئيه دي كده اهي. بصي ثانية واحدة، نظبط بس الطول بتاعهم بحيث ان هي تبقى كل الاطوال مناسبة اوي. تمام، بعدين هنيجي كده اهي، ثانية واحدة بس اهي، بصوا نفس الشكل ده. واحاول اضغط انا هنا حتى لو ايه حصل اي مشكلة، نحاول نضغط اهي. تمام، وبكده احنا ركبنا الجزئية الاولى. ولو عايزه تدي وسع بتدي وسع عن طريق الاجزاء اللي احنا فتحناها دي. تمام، وده هنشرحه ان شاء الله عن طريق فستان نعمله يكون في نفس طريقه الوسع دي، بس هو الدريل ده بالذات مفيش فيه اي وسع زياده، فاهماني؟ اللي هو اصلا وسعه متجسم كده. تمام، ثانيه واحده بس، وهبتدي اقفل الجزئيه دي كمان بحيث ان هو يبقى اتقفل كده. تمام، وابتدي افتح بقى الخياطة دي معايا، افتحها اهي اهي كده، وافتحها بقى احاول افتح الاخر لحد ما افتح خالص الجزئية كلها. تمام، وبعدين اجيب التانية بنفس الطريقة اهي، ابتدي احطها هنا كده اهي. بصوا ابتدي احطها، وابتدي احط كمان الطول الباقي معايا ده اهو، بحيث ان انا يبقى معايا كل الاطوال بتاعتي اهي مظبوطة. ثانية واحدة بس اهي كده، وابتدي امسك بقى، امسك كده التصميم، امسكه جامد بقى اوي اوي بحيث ان هو يبقى ايه الخطوط كلها متساوية معايا اهي. تمام، مريالة سهلة اوي اوي وبسيطة. تمام اهي، بصي اهي بنفس الشكل عملناها بطريقة حلوة اوي اوي وسهلة وبسيطة. دلوقتي احنا عملنا الامام وما عملناش الخلف، تعالوا بقى بينا نعمل التعديلات اللي على الخلف وازاي نشيل الظهر وفي نفس الوقت يفضل موجود وكمان نعمل حسابه. تمام، بصوا بقى، اول حاجه هو الظهر كله مش متشال، يعني الظهر كله مش متشال، هما شايلين بس من اول جزء من اول الكتف. ثانيه واحده، من اول الكتف، من اول هنا، من اول الكتف بالظبط لحد من اول الكتف هنا لحد بالظبط، نقدر نقول قبل دوران الوسط بخمسة سنتي يعني لحد 15 سنتي، ولحد هنا بالظبط الظهر متشال معانا. تمام، طب ومتشال بالظبط منين تاني كمان عشان اقدر احدده اكتر؟ يا مريم دلوقتي طول الكتف عندك كام سنتي؟ 6 سنتي. بنقسمه نصين وهنبتدي نشيل من عنده الظهر بتاعنا. تمام، لحد هنا اهو، من فوق من بعد الوسط بخمسة سنتي، وبنقسم الكتف ونبتدي نشيل. تمام، وهبتدي الغي بقى انا كده الجزئيه بتاعت الظهر دي كلها، وهبتدي اعملها نفس الحزمة او نفس الرباطات الموجودة في الصورة، نفس الخطوط الموجودة في الصورة. تمام اهو كده الظهر لغيته، هبتدي اعمل بقى نفس الرباطات الموجودة في الصورة بنفس الشكل. تمام، بس طبعا بورقة اطول من التانية بشوية. تمام، وهنبتدي كده ناخدها خطوط عمودية خطوط عمودية. ثانية واحدة اهي، وهبتدي اقسم النصين دول. تمام، ثانية واحدة، نفس الاجزاء دي اهي، بصوا نفس الاجزاء. تمام، وهبتدي اجيب كده هنا الجزئيه دي واركبها كده اهي. بصوا ثانيه واحده بس، اجيب السدبوس وابتدي اعمل كده، واجيب الناحيه الثانيه وابتدي اركب كده بحيث ان هي تبقى مظبوطه. تمام اهي، وبعدين اجيب التانية واعملها اكس الناحية التانية كده بنفس الشكل.
نفس الطول اهي. طبعا الرباطات دي ممكن ما تعمليهاش خياطة، ممكن تظبطيها على حس ان انت تركبيها بعد كده ايه، وتخلعيها وتركبيها عن طريق زراير تحطيها هنا. تمام، زراير تحطيها في كل الجوانب دي. ثانية واحدة، ودلوقتي ده الخلف معانا اهو، احنا لغينا الظهر بتاع الخلف. ثانية واحدة، هنركب الامام في الخلف. بس في نقطة مهمة اوي حابين نعملها، تمام، ان احنا قبل ما نركب الامام في الخلف في الشميز بتاعنا كمان عاملينه بنفس الصورة اهو الموجودة معانا. هنبتدي نركب الشميز بعد ما نركب الامام في الخلف. ثانية واحدة اهو، بصوا ده كده الخلف بتاعنا اهو، نبتدي اركبه اهو كده اهو. عرفتي تلغي الظهر ازاي بنفس الشكل ده نفس الطريقة دي اهي. ثانية واحدة، ونبتدي نركب الجزئية دي كمان. تمام، وادي كده الامام، ادي الامام اهو، وادي الخلف الناحية التانية. بس الامام هفتحه شوية كمان بحيث ان هو يوريلك او يبينلك حردة الكولة بتاعتنا اللي احنا الليقة بتاعتنا اللي احنا عاملينها في التصميم الشميز. تمام، فلازم تسيبيه واسع شوية، توسع شوية مش مهم عادي. طيب بصوا، هنبتدي ندخل بقى التصميم بتاعنا هنا. تمام، بصوا نبتدي نشوف اتعمل ازاي اهو. ثانية واحدة، ونبتدي نطلع الكم منه بحيث ان هو يبقى مظبوط في نفس الشكل اهو كده الكم. وادي الكم التاني هنا اهي. تمام، وبكده عملنا مريالة المريالة بتاعت المدرسة بشكل سهل اوي اوي بسيط اهي. وادي كده اللي هي طلعناها بنفس الشكل، وادي كده الظهر بتاع التصميم. طيب نشوفه كله بقى مع بعضه بحيث ان انت تشوفيه. هورهولك، بصي ادي اللي هي اهو، ادي كده الشكل المريالة من قدام تمام، ونفس الشكل اهو، وادي الشكل من ورا. بص يعني ده كده نفس الصورة احنا عملنا لك بالظبط اهي، ده كده من الخلف وده من الامام بشكل سهل قوي قوي بسيط. لايك جميل، تعالى اجمل اشتراك في القناة، والله ما صلى وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا، وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية تعليم خياطة مع مريم. يا جماعة دلوقتي ادي الشميزة اهو تمام، وادي المريالة اهي. بصوا المريالة اهي بنفس الشكل، تتباع دي لوحدها يا جماعة لو انت مش حابة تعمليها بتتباع، وبرده سهل انك تعمليها زي ما احنا عملناها. بصي اهي بنفس الشكل ده ونفس الطريقة دي، طريقة سهلة قوي تمام اهي، من قدام ومن ورا. انا بوريلك من اتجاهين، وهنا ده الشميز بتاعنا. الشميز ده ينفع مع اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات، وبرده ينفع مع دي، وينفع مع كل مريالة ممكن تجيبيها تمام، بحيث ان هو شكله اصلا شيك جدا وسهل قوي. تمام، اهي المريالة بنفس الطريقة ونفس الصورة، وادي كمان الشميز. لايك جميل، تعالى اجمل اشتراك في القناه، والله ما صلى وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو من الشميز والمريله بشكل جميل قوي قوي، سهل وبسيط. الخلف اهو والامام اهو بنفس الصوره. لايك جميل، تعالى اجمل اشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع تحيه تعليم الخياطه مريم احمد.